قال في صفحة 244 ابن العبري في سنة 26 و626 هجري تم اجتماع الأولاد وأمراء المغول، هم في بلدان أمراء المغول ومن هو تابع لهم في بلدان شتى، فعندما تحصل وفاة تسير الأمور ضمن سياق معين لشخص معين له صفات معينة، بعد هذا يحصل الاجتماع ويتم إما إقرار من سار عليه السياق أو يقرون شخصا آخر يكون هو الزعيم، هو القائد، هو السلطان، هو الخليفة. لاحظ بعد فترة طويلة في سنة 624 توفى جينغيس خان، والآن حصل الاجتماع في سنة 626. يقول تم اجتماع الأولاد وأمراء المغول ثم شرعوا فيما تقدم به جينغيس خان من الوصية والعهد بالمملكة إلى أوكتاي، فامتثلوا كلهم الأوامر الجينغيس خانية واعترفوا بأهليته لذلك. الآن هذا أوكتاي هل هو مثل السلاطين القدسيين المقدسين أو مثل خلفاء المسلمين وأئمة المسلمين المتصارعين على السلطة ويقتل بعضهم بعضا، يقتل الأب الابن والابن الأب؟ لاحظ بعدين وافقوا وهو استمر بالسلطة والحكم بعد وفاة أبيه إلى سنة 626 هجري، واتفقوا على أن يكون هو السلطان والخليفة والقائد. مع هذا هو طلب الاستقالة، فاستقالهم أوكتاي الولاية قائلا أن أمر الوالد وإن كان لا اعتراض عليه، لكن ها هنا أخ أكبر مني وأعمام هم أولى مني بها، فلم يقيلوه إياها وأصروا على أنه لابد من امتثال مرسوم الوالد، وداموا على إصرارهم 40 يوما، وما زالوا يتضرعون إليه ويلحون عليه بالمسألة حتى أجاب إلى ذلك. ولما فرغ من هذه الأمور صرف همته إلى ضبط الممالك وجهز جرماغون في 30,000 فارس وسيرهم إلى ناحية خراسان، وأنفذ سنتاي بهادر في مثل ذلك العسكر إلى جانب قفجاق وسقسين وبلغار وجماعة أخرى إلى التبت، وقصد هو بنفسه بلاد الخطأ.